اي من مورا العيال رجعت لدارهم وبغات تعيط لراجلها، ما لقاتش الريزو، بقات تقول لهم اوف على دار ما فيهاش الريزو، وهي تشوف فيها امها بنص عين، وقالت لي يا بنيتي هذيك الياجوره اللي كنتي كتهضري فيها مع راجلك بالسويع راه مازال في السطح. اي هذا واحد الدري غليظ اشرى لي باه بيكالا باش يضعف، اضرب بيه واحد سيمانه وهو يزيد غلاد كتر، عس عليه باه في الاخر لقاه كيكريها الدراري وفلوس ديال الكرا كيشري بيه مقص. واي واش بصح على قصيوره فاش كتقلع كتجمع حوايجها في تقاشره؟ اي كنت كندوي مع واحد البنت شويه في واحد اللحظه وهي تقول لي شوف انا راني بنت ماما وبابا، اسعداتك اختي حنا عاتي لي شارجاونا من بلاي ستور. يا انت علاش ملي كتساحب معاك كتحلف لها باللي انت ماشي بحالنا؟ على انت بالسلامه كتخدم بالطاقه الشمسيه؟ هادي واحد المرأة خاصمت هي وراجلها وهي تقول لي كون خديت ابليس وما خديتك شتا، هو يقول لها لا يجوز شرعا المرأة تزوج بخوها. والرجال ونود الله يجيبكم على خير، شتو هذاك الملك اللي كدوج بيه العروسه راه هو اللي كيطيبوا بيه العشاء العريس. اي اشتي المغربي عاك تقول لي البنت راني كنبغيك وكيبدا يقلب على الدار خاويه بخاطر البرتوش. اي هادي واحد المراه هي وراجلها عندهم وليدات وساكنين في بيت، اتفقت هي وراجلها قالت لي شوف ملي غينعسو الدراري غادي ندير لك الاشاره بالبريكه شي حدايا ونعس. هي هذيك نعسو الدراري دارت ليه الإشارة بالبريكة السيد غيب، عاود تاني دارت له الإشارة بالبريكة والو السيد الشابع رقاد. الدري هو يفيق أبوه قال يا الوالد نوض سير حداها ونعس دابا تستاق حارقة لينا البيت. اي هبة في عمرها 15 سنة قالت لي حبيبي أنا غادي نمشي نعس، سعيد في عمره 40 سنة قال ليها ما تمشيش الكويدة وتخليني راه غيا كوني بوعوك كنشي بوعوك قدك. اي هو كيسكر باش ينساها وهي كتصلي باش يرجع ليها، الشيطان صندالته تقطعت بسير وجهي من البار الجامع. اي ملي كنا باقي صغار كنا كنشوفو الكبار كيتزوجو، وملي كبرنا ولينا نشوفو الصغار كيتزوجو، واش حنا فاصل اشهاري ولا شنو؟ اي مستحيل ما تلقى جوج دريات صحابات قالو لبعضياتهم اتخايلي دركا انا وياك عايشين في نفس الدار. اشتعال القلب ديال المرأة دير بحال الترين عدو عنيشان، ماشي بحال القلب ديال الراجل دير بحال الكار كل مرة هز وحدة. اي هذا واحد الراجل قال لمرتو قال ليها جارنا اللي حدانا خان مرتو مع كاع العيالات ديال العمارة الا وحدة، وهي تقول لي وما تكون عا فاطمة ديك المعقدة اللي في السانكيام. هاي بالنسبة للدراري اللي باغيين يشدوا الباك باش يضمنوا المستقبل، بغيت غير نقول لكم حنا راه في المستقبل راه ما كاين ما يدار عاد تهناو. هاي غدا في الشارع هو ينق عليها قال ليها مال التفاح كاع ما مرتاح، قالت ليه راه الشفرجل كاع ما بغيت ترجل، الشيطان صرفق ولدو قال له تعلم. واي وبنادم كيضرب 8 ديال القتبان وبراد ديال اتاي وكيشوفك وكيقول لك الحلاوة ديال العيد مشات.
اشتي اصعب تخصص كيقراو الفرمليات هو كيفاش يحلو دانون قبل ما يفيق المريض. اي هذا واحد خينا مريض مرض العصب مشى على الطبيب ويقول له السي الطبيب هذاك الفاني ديال النعاس اللي خرجتي ليا راه من نهار خرجتي ليا وانا مرتاح. هو يقول لي الطبيب قال لي مزيان اشحال من حبه كتاخذ في النهار؟ هو يقول لي ما كناخذ حتى حبه كنعطيه من مراتي. واي الباب اللي يجي لك منه الريح فرش حداه ورقد اتبرد مع راسك راه ماشي وقت المعاني دابا. اي هذه واحد المراه مسكينه دخلتها الموت وبدات كتحتضر وقالت حداها راجلها وبدات كتطلب منه السماحه. قالت لي اسمح لي راه شحال من مره كنت كاع ما كنبغي نصبر لك حوايجك باش نخليك معفون ويضحكوا عليك الناس. قال ليها ما كاين باس بتقرقيه ما كاين باس. قالت لي اي اسمح لي اسمح لي شحال من مره جبت لحم وشويته وكليته وعب وحديته وكاع ما خليت لك حقك. قال ليها ما كاين باس بتقح لي مره الموت هادي. قالت لي اسمح لي اسمح لي. هو يقاطعها هو يقول لها ورقيه وانت صافي يعني الشيطان هو هذا انا جيت ودرت لك السم فيها تايو. اي عيطت لي وقالت لي راه ما بقاش فيا الحال حين تفارقت معاك ولكن بقى فيا الحال حيت كنت كنقول لك السبع ديالي وانت معدم كل كلمة. اي شحال هذا واحد يهودي كان عنده واحد المحال قبل ما يحلو كان يمشي يجبد واحد القلوش ديال العسل يضرب واحد المعلقة ويمشي يطلع على الصندوق ديال الالماس وديال الذهب عاد كيمشي يفتح المحل ديالو ويدير كرسي ويجلس ويجي عندو المغربي ديالنا ويقول ليه صباح الخير يا عبد السلام انت ماك مقلق ويقول لي لهلا يدوقك هذاك الشيء اللي داقت ولهلا يوريك هذاك الشيء اللي شفت. والمغربي عندنا على نيته كيقول ليه امين والمغاربه من تما وهما حاسقين. هاي اشتي عاد الدريات كيشريو الماكياج من اغلى الماركات وكيمسحو في الاخر بكنيني كز ديال درهم وبغيتي هكا ما تمسحكش من حياتها التهبي لا. اي واحد السيد البارح كيعاود ليا قال ليا شحال تعرفت على الدريات وشحال خسرت عليهم ديال الفلوس وشحال خسرت عليهم ديال الكادوات وديال القهاوي والماكلات والعواصر. قال لي وفي الاخر مسحوني من حياتهم في دقيقه. قلت لي الشريف اشتي الدريات والعيالات كيشريو الماكياج من اغلى الماركات وكيمسحوا بكنينيكس ديال درهم وبغيتي هتا ما تمسحكش من حياتها وندخل القهوه.